أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد رسول الله
وسبحوه بكرة وأصيلا. هو تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها
النبي إنا أرسلناك شاهدا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.